ما حكم الذين يؤذون الناس بالتصوير في الحرم؟ الله جل وعلا قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وجاء في تفسير الآية أن المراد بها المصورون، هم الذين يؤذون الله ورسوله. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وملعون من فعله سواء في الحرم أو خارج الحرم، ولكن في الحرم أشد، لأن المعصية في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم. نعم.